قادة النصر. فؤاد ذكري قائد القوات البحرية. مكانة المشير فؤاد ذكري محفورة في قلوب المصريين قبل سنوات من حرب أكتوبر، فهو من خطط لعملية إغراق المدمرة إيلات وساهم في رفع الروح المعنوية للشعب والجيش. فؤاد محمد أبو ذكري من أبناء مدينة العريش، ولد في نوفمبر عام 1923، التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1946 برتبة ملازم بحري ليعمل في وحدات البحرية العائمة بالفرقاطات والكاسحات، ثم تولى قيادة قاعدة الإسكندرية البحرية وقيادة المدمرة القاهر، ثم المدمرة الظافر، ثم رئاسة شعبة العمليات الحربية. وفي شهر يونيو عام 1967 صدر قرار بتعيين فؤاد ذكري قائد للقوات البحرية ليعيد بنائها ويقوم بالتخطيط لأهم وأخطر عمليات في تاريخ البحرية المصرية خلال حرب الاستنزاف، ومن أشهرها إغراق المدمرة إيلات. ظل ذكري في منصبه لمدة عامين وخلفه العميد محمود فهمي، لكن في عام 72 قرر الرئيس السادات إعادة ذكري مرة أخرى لقيادة القوات البحرية للإعداد لحرب أكتوبر، وكان ذكري عند الموعد وأعد القوات لتكون جاهزة لساعة الصفر. وفي مساء يوم الخامس من أكتوبر عام 73 جاءت الإشارة إلى ثلاث قطع بحرية مصرية بالتوجه إلى مضيق باب المندب في سرية تامة لمنع أي سفينة للعدو من المرور، ولم تجرؤ سفينة إسرائيلية واحدة على عبور المضيق طوال فترة الحصار، وظل رجاله ملوكاً للبحر طوال أيام الحرب.